التعريف المختصر كل ما تركه الأجداد والآباء، فكل ما تركوه هو التراث. كل دولة وكل بلاد تفتخر بتراثها. سجلت مواقع العين الثقافية على القائمة العالمية للتراث العالمي لليونسكو. يعني فخر لأبناء هذه الدولة أنهم يعيشون في على أرض عميقة حضاريا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أحاديث كثيرة مع شعبه مع أبنائه في دولة الإمارات، يحرص دائما على زرع وتنمية هذا الموروث لدى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة أجزاء من تراثها إلى المعاصرة وجعله متوازياً مع الحاضر وحاضراً في خطط المستقبل كجزء أساس من الهوية الوطنية، وانطلاقاً من إدراك أهمية التراث بشقيه المادي وغير المادي، أدت الجهود المبذولة على امتداد سنوات إلى إدراج العديد من المواقع الأثرية والمباني التاريخية والواحات على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. وحظيت العديد من الأماكن التاريخية بالعناية لإعادة تأهيلها وفق أحدث التقنيات والمواصفات المتبعة عالمياً، وهو ما يترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالإرث الحضاري للآباء والأجداد. كل دولة وكل بلاد تفتخر بتراثها وتفتخر بأصالتها، فدولة الإمارات كذلك تفتخر بتراثه لأنه يشكل ويعتبر هويته الوطنية. التراث هو كل ما تركه الآباء للأبناء وما يورثه الأبناء لأحفادهم. كثير من الآثار التي عثر عليها أكدت أن الإنسان الإماراتي أو إنسان أن هذه الأرض سكنها الإنسان من آلاف السنين، وكانت له علاقات مع جيرانه، مثل علاقته مع دلمون، مع علاقته مع العراق، مع مصر، وكانت فيه هنالك علاقات تجارية أكدتها الآثار التي تم العثور عليها. التراث في التعريف المختصر كل ما تركه الأجداد والآباء، فكل ما تركوه هو التراث. ولكن في التعريف المفصل شوية ممكن نقسم التراث إلى تراث مادي وغير مادي. المادي طبعا نقصد فيه المباني والمساجد والمعابد والمقابر وغير ذلك من المباني اللي هي المادي الذي نستطيع لمسه، الأهرامات وسور الصين وغير ذلك. التراث المادي طبعا بالنسبة لي، لأن أنا أعمل أصلا في التراث المادي وتخصصي في التراث المادي، إحنا نعتبر أن التراث المادي هو مرآة التاريخ نفسه، فكل ما حمله التاريخ على مدى أكثر من 10,000 12,000 سنة هذا هو التراث المادي، مثل ما قلنا المعابد، المقابر، القصور القديمة، المباني الكبيرة من مساجد وكنائس وغير ذلك، هذا كله يدخل في التراث المادي. فالتراث المادي مثل ما قلت يعتبر مرآة الشعوب، يعني لما نريد أن ندرس أي حضارة أي تاريخ ننظر إلى هذه الدولة وإلى هذه الحضارة وما فيها من مباني تاريخية وعمارة وغير ذلك، وهذا كله يجمع وتاريخ الدول في هذه. يعني إحنا الآن لو جينا لتاريخ الإمارات، المدافن القديمة، المعابد القديمة، المساجد القديمة، القلاع والحصون والمدارس، هذه كلها التراث المادي اللي طبعا تحكي حكاية تاريخ هذه الدولة وهذه الأرض وهذه المنطقة اللي كانت موجودة. التراث العمراني في دولة الإمارات طبعاً تراث طويل، يعني على مدى أكثر من 10,000 سنة، وإحنا نقسمها لفترات. عندنا الآثار اللي هي تيجي من أقدم مبنى عندنا حالياً في جزيرة غاغا في إمارة أبوظبي من 6500 قبل الميلاد، يعني 8500 من الآن، عبارة عن مبنى صغير، تجمعات للصيادين كانوا موجودين في الجزر، في جزيرة غاغا، في جزيرة مروح، في صير بنياس. عندنا بعد ذلك الفترة اللي احنا نسميها الهيلينستية، فترة الإسكندر الأكبر، الفترة المقدونية، أيضا عندنا مواقع أثرية من هذه الفترة في مليحة في الشارقة،
في رأس الخيمة، في منطقة الدور في إمارة أم القوين، لها طبعا هنا تأثير إغريقي على تراث إماراتي، يعني بعض المواد من المنطقة ولكن المعبد الموجود مثلا في منطقة الدور فيه تأثير إغريقي. بعد هذا نيجي لبدايات الإسلام في القرن السادس الميلادي، فعندنا بعض المواقع الإسلامية الأولى، مثلا موقع جميرة الأثري عبارة عن قرية متكاملة في بيت الوالي والسوق والمسجد، زخارف غنية ببعض الزخارف القديمة العباسية ممكن نقول، طبعا تم اكتشاف بعض الفخاريات، بعض العملات من الدولة البويهية، ونفس المسجد أيضا قريب منه موجود في مدينة العين، والآن تم اكتشاف أيضا مسجد عباسي في منطقة الراعفة في أم القوين. البرتغاليين طبعا في القرن السادس عشر اجوا واحتلوا المنطقة، بنوا 5 قلاع برتغالية وإلى الآن أثارها موجودة في كلبة، في خرفكان، في البدية، في دبا، وآخر واحد في جلفار اللي هي رأس الخيمة. نفس الشيء طبعا متأثرة بالقلاع البرتغالية والأوروبية اللي موجودة في أوروبا بشكل رئيسي. ساهم وفد الدولة مع بقية الوفود المشاركة في اجتماعات لجان اليونسكو للحفاظ على التراث، قامت الدولة للاستفادة من هذه الاتفاقيات وتسجيل عناصر التراث المادي والآثار والمواقع التاريخية على قوائم اليونسكو للتراث العالمي. ولذلك كان في هذه الفترة سجلت مواقع العين الثقافية على القائمة العالمية للتراث العالمي لليونسكو. يتمتع التراث المادي والعمراني على وجه الخصوص ببعض التفاصيل التي تحاكي البيئة المحلية وتنسجم مع حاجات وعادات أبناء كل منطقة من مناطق الدولة التي تتميز بتنوعها من ساحلية وصحراوية وجبلية. الإمارات سجلت، بما أنها هي قد وقعت على اتفاقية 2003 التي أصدرتها اليونسكو، الإمارات قد وقعت على هذه الاتفاقية بحفظ التراث، بل أنها سجلت كثير من تراثها المادي واللا مادي في اليونسكو كتراث ثقافي. التراث العمراني الكثير والكبير اللي عندنا ممكن نقول من بدايات 1800 اللي تتمثل في الحصون والقلاع، مثلا قصر الحصن في أبوظبي من أكبر القلاع الموجودة في دولة الإمارات من عام 1760-1770، ثم القلاع والحصون الموجودة في كل إمارة، حصن الفهيدي، حصن الشارقة، حصن عجمان، أم القوين وهكذا. الحصون طبعا كانت عبارة عن قلاع زائد سكن للأسرة الحاكمة، فهذا الفرق اللي احنا نسميه بين الحصن والقلعة، فالحصن عبارة عن قلعة بالإضافة لسكن للحاكم، فدائما الأسرة الحاكمة كانت تسكن لأنه مكان محصن، طبعا خدمات كلها موجودة يعني كسكن، بالإضافة أنه مكان محصن لأوقات الحروب وأوقات الشدائد وغير ذلك. عندنا أيضا الأبراج الدفاعية اللي كانت جزء مهم من المباني التاريخية وهي العنواء، عندنا أبراج دفاعية موجودة خارج المدينة لو هناك أي اعتداء أي شيء، فهذه تعتبر نقاط تنبيه لأهل البلدة أن في هناك هجوم أو غير ذلك، فيتم إطلاق النار أو بالصراخ أو بالصوت. وهناك أبراج موجودة داخل المدينة أو على ضفاف، مثلا برج المقطع مثلا في أبوظبي موقع استراتيجي بين الأرض وجزيرة أبوظبي، بحيث أي شخص يبغي يعبر الخور الصغير هذا لازم يمشي على، فنقطة دفاعية تفتيشية ممكن نقول. وكذلك عندنا مثلا في دبي مربعة أم ريول كان نفس الشيء، البدو مثلا لما يجون من البر من الخوانيج والعوير، هذه كانت منطقة لتسليم الأسلحة قبل دخولهم إلى المدينة، لأن كان ممنوع أن واحد يدخل سواء كان سيف أو خنجر أو أن مثلا بندقية أو غير ذلك معه، فيسلم في هذا البرج الأسلحة ولما يخرج يستلم سلاح مرة ثانية. ثم هناك البيوت القديمة، طبعا بيوت بأنواع كثيرة، بيت الحجر مثلا في مناطق رأس الخيمة، بيت الشعر عند البدو، بيوت العريش اللي هي من سعف النخيل في المناطق الريفية في الجبال، وعندنا في المدن بيوت العريش وأيضا البيوت الكبيرة اللي هي بيوت الحكام، بيوت التجار، بيوت الأعيان اللي هي مبنية من الصخور المرجانية والجص. وفي هذه البيوت الكبيرة نلاحظ أنها غنية جدا بالزخارف وبالعمارة والتفاصيل، فهي مباني يعني ممكن تكون 30 × 40 متر، والبيوت هذه مثل ما احنا نسميه الأسرة الممتدة، فكان الجد والأولاد وزوجاتهم والأحفاد
كلهم يعيشون في هذه البيوت، يعني مرات 20 إلى 25 إلى 30 شخص بالإضافة إلى الخدم والموجودين في البيت نفسه. البيت طبعاً بيوت القديمة أيضاً متميزة بوجود الفناء الداخلي دائماً للتهوية الطبيعية، طبعاً هذا قبل الكهرباء والماء العذب في البيوت. المباني نفسها في الغالب تكون على طابقين، يستخدمون الطابق السفلي في فصل الشتاء لأن الجدران تكون متينة ومغلقة فتكون الغرف دافئة، وفي فصل الصيف ينتقلون إلى الطابق العلوي، الغرف تكون مفتوحة وأبراج الهواء والزخارف وغير ذلك. دولة الإمارات لديها عمق حضاري تمتد يعني ترجع نحو آلاف السنوات، ساهمت في تشكيل الهوية الوطنية، فما نراه اليوم من مختلف المكونات الحضارية لدولة الإمارات من تراث عمراني من منشآت يجب أن تعكس هذه الهوية. عندنا أكثر من 195 متحف. دولة الإمارات حريصة بأن تحتفظ بهويتها الوطنية وتورثها للأجيال. مناهج الدولة تعطي الكثير من الاهتمام في موضوع الهوية الوطنية، فلو تنظر لجميع الخطط المستقبلية ولو ننظر للخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات 2070 أحد المكونات الأساسية الهوية الوطنية. دولة الإمارات العربية المتحدة تنقل تراثها بطريقة مبتكرة للسائح وأيضا للمقيم. بعد عقود من الاهتمام المتواصل بالبحث عن الآثار وإعادة ترميم القلاع والحصون والمباني التاريخية، تم الاعتماد على الأشكال الهندسية المعمارية المستوحاة من البيئة المحلية في بناء الكثير من المؤسسات والمساجد في أرجاء الإمارات، وذلك لأهمية جزئية العمران في التراث المادي. دولة الإمارات ممكن نقول من حوالي 20 سنة انتبهت بشكل كبير جدا لهذا الموضوع اللي احنا نسميه السياحة الثقافية. السياحة الثقافية ان الناس يأتون لهذه الدولة اي مكان في العالم، بالإضافة ان هي سياحة وترفيه ولكن هناك ثقافة، يزورون المناطق التاريخية، الأسواق التاريخية، المباني القديمة. كثير من هذه المباني اصبحت متاحف، الآن عندنا اكثر من 195 متحف في دولة الإمارات، ويمكن العدد هذا بعض الأخوة يشوفونه كبير ولكن أنا كمجال تخصص فعلاً 195 متحف حكومي طبعاً وخاص. عندنا حوالي 65 متحف حكومي و130 متحف خاص داخل دولة الإمارات، وهذا طبعاً تعبير عن حفاظ المواطنين على تراثهم وتاريخهم. فالمواقع التاريخية هذه عنصر جذب كبير جداً، يعني مناطق التاريخية مثل الفهيدي، مثل الشندغة، مثل قصر الحصن في أبوظبي، المريجة في الشارقة، وكثير جداً طبعاً ما تعد، أكثر من 4250 موقع أثري وتاريخي. هذا ما في شك أن تجذب الآخرين إلى دولة الإمارات من خلال هذه المنارات الثقافية، مثلاً متحف اللوفر أبوظبي يومياً 3,000 أو 4,000 زائر يزور، وبعض الناس يأتون من خارج الدولة مثل ما الناس مثلاً يروحون لفرنسا يشوفون لوفر فرنسا، أو يروحون بريطانيا يشوفون متحف البريطاني وهكذا. فكثير من الناس يأتون لدولة الإمارات فقط أن يشوفون الكنوز المعروضة في متحف اللوفر، أو مثلاً متحف المستقبل بهذه الأيقونة الجميلة، مثل ما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد أنه أجمل مبنى في العالم، وفعلاً يعني من أجمل مباني العالم سواء بالنهار أو بالليل والمبنى مضاء. وكذلك الكثير من المتاحف، الشندغة، متحف الاتحاد، متاحف الموجودة في الشارقة، فهذه كلها عبارة عن جذب سياحي. وطبعاً السياحة ما في شك أنه مرتبط بالاقتصاد، حجز التذاكر والفنادق والمواصلات والأكل، فالسائح يجي ويصرف له 10, 20, 30, 40 ألف درهم، وهذه كلها مكونات. يعني سنوياً قبل كورونا مثلاً كان عندنا ما يقارب من 15-16 مليون
زائر إلى دولة الإمارات، فهذا ما في شك أنه جزء كبير من الدخل الوطني لدولة الإمارات. فخر لأبناء هذه الدولة أنهم يعيشون في على أرض عميقة تراث حضاريا. هذه الآثار تؤكد مثل ما قلت إن إنسان الإمارات ليس عمره 50 عاما، هي قديمة قد من آلاف ومئات السنين، وهذا ما تؤكده آثارنا المادية. مناهج الدولة تعطي الكثير من الاهتمام في موضوع الهوية الوطنية، لذا نجده من المراحل الأولى حتى يصل إلى المراحل العليا والدراسات العليا في بث الهوية الوطنية، أهمية الهوية الوطنية، الممارسات التي تظهر من خلال العديد من الفعاليات والأحداث وغيرها. دائما الموروث الشعبي هو انعكاس للدولة نفسها، فعندما تعرف العالم بموروثك الشعبي بهويتك الوطنية يصنع نوع من الاحترام لهذه الثقافات، ويصنع نوع من الاحترام إلى الهوية الوطنية لهذه الدولة، مما تجعل هذه الدولة تحترم هذه الثقافة. فلو رأينا سابقا، يمكن عندما يذهب قبل 40 سنة 50 سنة مواطن خليجي بثوبه الخليجي يستغرب، أما الآن ففي يعني معظم الدول الأوروبية والغربية عندما يكون هنالك خليجي بزيه الرسمي فأنه يكون مألوف ومعروف بأن هذا من الوطن العربي وأنه بشأنه عربي وذو هوية عربية، وهذه من الثقافات التي تم زرعها من خلال هذه المعارض أو من خلال هذه الثقافات أو من خلال هذا الحضور في الخارج وفي المعارض وفي المناسبات لتعريف الآخرين بهذه الهوية الوطنية التي هي أساس للمجتمع والتي تصنع احترام الغرب أو احترام الآخر إلى هذه الثقافة. يتكون التراث المادي من مجموعة من المكونات أعيدت إلى الحياة وإلى المعاصرة بفضل الاهتمام، وأصبحت جزءاً من الحياة اليومية وأيضاً في المناهج الدراسية، لتسهم في تشكل وعي الإماراتي بتاريخه وبإسهامه في الحضارة الإنسانية، وعنواناً مميزاً لدولة الإمارات. فلو تنظر لجميع الخطط المستقبلية ولو ننظر للخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات 2070، أحد المكونات الأساسية الهوية الوطنية القائمة على احترام تراثنا وعلى تقدير الذات والاحترام والافتخار بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة. فالبرامج موجودة والبرامج التوعوية موجودة لخلق جيل يفخر بتراث الدولة، لأن المكتسبات قائمة على الاعتزاز بالهوية الوطنية القائمة على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. تجد دولة الإمارات دائما في أي محفل أو في أي مناسبة تحرص على أن يكون هنالك تمثيل للموروث الشعبي الإماراتي، لأنه هو الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يجب أن يكون متواجد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لأنه الركيزة الأساسية لدولة الثقافة ودولة التسامح ودولة القانون. دولة الإمارات حريصة بأن تحتفظ بهويتها الوطنية وتورثها للأجيال، فأنا أعتقد أن حتى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهيان رئيس الدولة حفظه الله من في أحاديث كثيرة مع شعبه مع أبنائه في دولة الإمارات يحرص دائما على زرع وتنمية هذا الموروث لدى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. نرى هذه اللمسة المحلية والطابع الهوية الإماراتية في الشوارع، في المنتزهات، عندما يقوم السائح بزيارة مناطق الساحلية يرى هذا الطابع المحلي، عندما يأتي السائح إلى المناطق الداخلية والسياحة مثلا في مدينة واحات مثل مدينة العين يرى هذا الطابع، هذه الهوية المحلية، عندما يذهب إلى المناطق الجبلية في حتى وفي رؤوس الجبال في الساحل الشرقي يرى هذه الهوية المحلية. لذلك السياحة لا تعتمد فقط على أن نبهر السائح بمدى تطورنا المدني، وإنما أيضا السائح يبحث عن الخصوصية
المرتبطة بالهوية، ونحن الحمد لله أغنياء بها. نحن لا تنقصنا جوانب حضارية وجوانب ثقافية، بيئة الإمارات زاخرة بكل هذه المنتجات والمخرجات. حينما تنقل دولة الإمارات العربية المتحدة إعلامنا للمجتمع المحلي وأيضا المجتمع الدولي، هذا الإعلام لا يكون بعيد عن القيم والعادات والتقاليد والمضمون التراثي المتأصل في نفوسنا. تنقل تراثها بطريقة مبتكرة للسائح وأيضا للمقيم، تنقل التراث بجانب من الإبداع، جانب من الجمالية، لأن التراث لم يصبح شيء قديم يراه السائح وعبارة عن متحف. حينما نرى إلى متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص إمارة دبي، نقلت مستقبل دولة الإمارات بنوع من مفهوم المتحف. فحينما نرى للمستقبل هناك متحف لها، فدلالة أو تأكيد إن استطاعت دولة الإمارات تنقل تراثها بنوع من الابتكار للعالم. وسائل الاتصال قادرة من خلال الإعلام أن تنقل هذا التراث بنوع من التطوير للعالم، وتكون جاذبة للسائح أن يزور مرافق السياحي من قلاع وحصون ومتاحف، وأيضا الأهازيج والحفلات التراثية، وأيضا تواجد هذا التراث في أي فعالية قائمة في الدولة. وأكبر مثال أن افتتاحية إكسبو 2020 كان عبارة عن أهازيج شعبية. الهوية الوطنية بالفعل تعكس عادات وتقاليد وتاريخ الدولة، فعندما نجد أن هوية دولة الإمارات متواجدة في المستوى المحلي ومستوى العالمي، سيدل ذلك على بالفعل ترك بصمة للهوية الإماراتية. نجد الكثير من المبادرات اللي موجودة في دولة الإمارات من خلال التبادل الثقافي مع الدول المختلفة، من خلال إيصال للدول المختلفة الهوية الوطنية. التراث المادي مثل ما نسميه هذا تاريخ البلد وتراث البلد، فمهم جدا له أهل البلد نفسهم الأجيال الجديدة. يعني دولة الإمارات من الدول السريعة التقدم جدا، يعني إحنا لو نقارن 1950 و60 مع يومنا هذا، يعني تغير 180 درجة. يعني أنا أذكر مثلا في الستينيات بدايات الكهرباء ما في، الماي ما في، فأجيال الجديدة ضروري جدا أن يطلعون كيف عاش الآباء من نواحي طبعا شظف الحياة وصعوبة الحياة، والآن ما شاء الله النعمة والراحة والطمأنينة والاستقرار. ما في شك أن هذا مهم جدا بالنسبة للأجيال اللي عندنا في دولة الإمارات. وأيضا إحنا كدولة الإمارات طبعا دولة سياحية، عندنا الملايين من السواح اللي يأتون، فأيضا يبون يطلعون هذا التراث وهذا التاريخ اللي موجود، كيف كان الناس يعيشون قبل 50 سنة، البيوت، المساجد، المدارس. الكلمة للمواطنين وللمقيمين وللزوار إن الحمد لله دولة الإمارات فيها الكثير من الثروات والكثير من الكنوز، يمكن كثير من الناس ما اطلعوا عليه. يعني كثير من الناس السواح أنا على كثير من اتصال، يعني يفكرون أن دولة الإمارات دولة حديثة، أبراج وشوارع ومواصلات ومترو وغير ذلك، ولكن دولة الإمارات أيضا غنية بغنى كبير جدا على مدى 10,000 سنة، من المواقع الأثرية إلى المباني التاريخية إلى المتاحف. فهذه كلها دعوة للكل أن يطلع. يعني بعض الإخوان لما أخذهم إلى موقع تاريخي يقولها ما كنت أتوقع أن في دبي عندنا منطقة تاريخية مثل الشندقة أو مثل الفهيدي أو مناطق الأسواق القديمة اللي موجودة في الرأس. فدعوة للجميع من المواطنين والمقيمين والزوار لزيارة هذه الأماكن والتزود بالثقافة والتراث، ليتعلموا على الأقل البلد اللي يعيشون فيه وما كان عليه قبل 100 و200 و300 سنة.